61 عاما يمر على انضمام الجزائر لهيئة الأمم المتحدة ذات 8 أكتوبر 1962، تاريخ تحتفل به الجزائر ككل عام كيوم للدبلوماسية الجزائرية. وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وقف عند الرصيد النضالي للدبلوماسية الجزائرية والتزاماتها في إعلاء أسس السلم وتكريس لغة الحوار. اليوم كما الأمس تواصل الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون الاطلاع بدورها كقوة اتزان وتوازن، تتحمل ما يمليه عليها الواجب والمسؤولية في نشر الأمن والاستقرار وترقية ثقافة الحوار والتعايش السلمي على المستويات الإقليمية والدولية. دور الجزائر وجهودها في مجال الوساطة، خاصة ما تعلق باستتباب الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، نقطة أخرى تضاف لرصيد الدبلوماسية الجزائرية. إن هذه القناعة الراسخة بضرورة التحرك لتخفيف من حدة الأوضاع المأساوية المحيطة بنا قد شكلت الحافز الرئيسي للمبادرات التي تقدم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهدف بلورة حلول سلمية للأزمات، لا سيما في جمهورية النيجر، أين تسعى الجزائر لتجنب خيار اللجوء لاستعمال القوة وبلورة مخرج سياسي للأزمة التي ألمت بهذا البلد الشقيق. احتفالية يوم الدبلوماسية ومن خلال ندوة تاريخية ومعرض للصور الفوتوغرافية توقف فيها الحضور عند ثبات مواقف الدبلوماسية الجزائرية وإسهاماتها في دعم القضايا العادلة. فعلا صمودنا وفعلا ثباتنا، فعلا ضريبة، فعلا تمن، ولكن يهون الثمن في سبيل التمسك بالمبادئ، ما تكلمت مبادئ هذه مبادئ صنعت بالدم. مسألة تعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي هي نقطة جوهرية ومهمة. الجزائر اليوم تقدم نموذج استثنائي في الالتزام بقواعد القانون الدولي، والرهان اليوم الذي لا بد أن يعني يكسبه الجميع بمسؤولية الجميع هو كيف نعزز اليوم التزام الدول بقواعد القانون الدولي. 8 أكتوبر ما هو إلا محطة من محطات تاريخ الجزائر، تاريخ صدح فيه صوت الدبلوماسية الجزائرية عالياً، ولا يزال صوت لا يحيد ولا يتغير.